الطريقه ديال انك تاكل كل شيء وفي نفس الوقت تنقص الوزن هي ماشي طريقه جديده، هي قديمه، غير كان قليل اللي كيخدم بها. الوغ اللي كيجي للناس غريب هو انه كيفاش انا ناكل طاجين وناكل الفيسه وناكل الحريره وناخذ حبشه وغايف وهذه ونضعف. هي ممكن، هي كيسيون دو كالوري وصافي. دونك انا الا عرفت نضبط لي كالوري ديال لو باسيون في النهار غادي تلقاه كياكل من كل شيء وكينقص الوزن. دونك يلقى راسو في النهار كياخذ 5 ديال الوجبات متنوعه، ويعني في الاسبوع كيلقى راسو كلا من كل شيء ما محروم حتى من شي حاجه، وفي نفس الوقت كينقص الوزن. هي مساله نظام وصافي. ممكن دوزي نهار انك الصباح كيتي خبيز بشي حاجه ولا حريشه، وفي الغداء مثلا خديتي طاجين بخبيز بسلطه ديالك، وفي الليل تعشيتي بحيره، وهذا بيجي يطيح لك الوزن. دونك كتبقاي على حساب كل واحد، على حساب لا كونتيتي. دونك اللي كنخدم عليه بزاف هما لي كونتيتي مع الناس. دونك كنشرح لهم بلي زاسيت بلي كويير شحال تهز من هذه شحال دير من هذه. دونك يبقى بليزو ما هو باش تضبط 100% لي كالوري، هذه ما يمكنش، مي كتبقى تقريبا. دونك في الاسبوع كتعطي انه كيطيح كيلو كيلو ونص، دونك بلا ما يتحرم بلا ما والو.